التدريس فيها. نحن نأمل لهذه الكليات أن تتوافق في مستويات العلمية مع الجامعات الحكومية. هجرة الكفاءات العلمية واستهدافها من قبل الإرهاب وتأثيراتها على المسيرة العلمية. وكأنه كانت هناك خطة للتخلص من العقل العراقي، بحيث أنه خسرنا 300 أستاذ خلال فترة ما بين 2003 إلى 2011. هذه الملفات وغيرها موضوع نقاش حلقة برنامج قضية ورأي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي الأديب، يأتيكم في الأوقات التالية.